ندخل بقى على الأسئلة؟ معاك يا كريم. أول سؤال جالنا من كريم الزغبي، بيقول لك أنا عندي 32 سنة بس أنا حاسس إن أنا راجل عجوز، بنهج وبتعب من أقل مجهود، ودايما بحس إن أنا عايز أنام ومش قادر أتحرك من السرير، وخمول دائم، إيه سبب هذه الأعراض؟ لا، وعنده 32 سنة، يعني ده في عز شبابه. وعايز أقول لك بقى أستاذ كريم الزغبي بيمثل شريحة مش قليلة من الناس. صح. عز الشباب وتحسيهم في الخمسينات والستينات. صح. الخمول والكسل وعدم النشاط نتيجة حاجات كتيرة جدا. لو هتكلم على الحاجات الخارجية، ما بينامش كويس، ممكن يكون بيسهر للساعة 5 الصبح ويصحى 9 يروح شغله، لازم ننام 8 ساعات كافيين وننام نوم عميق. هو 8-8 ولا من 6-8؟ يعني مش أقل من 7 ساعات. أوكي. عشان ما صحاش من النوم ما بقاش نايمة بالقدر الكافي. هلاقي نفسي رايحه الشغل او رايحه اي حته ابتدي اتاوب. دي حاجه. سوء التغذيه عليه عمل كبير جدا جدا، لان الجسم محتاج فيتامينات لدعم الطاقه. من اهم الفيتامينات اللي بتحول لي الاكل لنشاط وطاقه فيتامين بي بكل انواعه، بكل مشتقاته، فيتامين بي 1، فيتامين بي 2، فيتامين بي 3، 6 و5 و7 طبعا، والفوليك اسيد والكوبالامين. كل الفيتامينات دي بتدعم لي جدا التمثيل الغذائي. مهم ان انا اسرع سرعه الايض بتاعتي، لان كتير مننا عنده عدم حرق، فمهم ان احنا نسرع الحرق بتاعنا، وده اللي بيديني نشاط. التمثيل الغذائي كمان مش بس للطاقات اللي احنا عارفينها، النشاط والحركه، التنفس بتاعي اسمه طاقه خفيه، فالتنفس نفسه محتاج تمثيل غذائي قوي، فيتامين بي بيدعم التمثيل الغذائي. أوكي. النمو بتاعنا محتاج تمثيل غذائي. حاجة اسمها معالجة الطعام. ان احنا ناكل، فاكرين دي حاجة سهلة، ده مش حاجة سهلة خالص. عشان كده بقول المعدة والامعاء مهم ان احنا نهتم بيهم جدا. كده بيسموها بيت الداء. بيت الداء طبعا. فمعالجة الطعام، الاكل والهضم والامتصاص والتخزين، كل ده عايز سعرات حرارية، دي اسمها طاقة خفية. تظبيط الهرمونات في الدم محتاجين سعرات حرارية. فبقول لأستاذ كريم الزغبي ينام كويس، يشرب مية كويس عشان الجفاف بيعمل لي عدم طاقة. ناكل أكل صحي، ونقدر نستخدم مكمل غذائي يبقى فيه فيتامين بي 12.